هو لما يا جماعة لما مغيرين عليها كثير. صرت لما ما تلحقها تهرب منك. بس كيف بدي انزل من هذا الاشي انا؟ اوكي بدي هلا يا عم الحق. خذ يا ولد عطى من الناحية الثانية يا حجة. والله لا طاقة بقدر امسكها بال. اوكي بقدرش افتحها هاي صح؟ ترمينا اشياء وهي ماشية. اوكي قديش الموارد طيب؟ لا لا تعال وين افتح؟ تعال يا معلم. اوكي خلاص هيك. لا تختفي. اوكي اذا ما فتحت بوقت معين تختفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احمد وزردين رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب فورتنايت. نزل السيزون الجديد السيزون السابع مع الاليين مع الفضائيين. راح نستعرض بهذا الفيديو كل اشي جديد ان شاء الله. وراح نستعرض ايش الاسلحة الجديدة، ايش الاسلحة اللي انحذفت، ايش المناطق الجديدة، المناطق اللي انحذفت. راح نشرح برضه نظام الباتل باس الجديد، نظام الكرافتنج الجديد، وان شاء الله راح نغطي كل اشي في هذا الفيديو. قبل ما نبدا شيء تدعمونا بلايك واشتراك وكود الشوب 3 حروف فقط بدعمني بشكل كبير. بس بدون ما نطول اكثر خلينا نبلش في الفيديو. اوكي Welcome to Chapter 2, Season 7, Fortnite's Invasion Season. We got aliens, we got spaceships, fun, fantastic, and crazy new weapons. What can I say? This season is out of this world. That's right, your boy Mini is back to talk about changes to this season's Battle Pass, where you choose which rewards to claim. This season's Battle Pass brings back Battle Stars, your way to claim all of the season's rewards. Collect those stars and exchange them to get the battle pass rewards you want in the order you want them. Damn. As you progress, you'll unlock access to additional pages of rewards to choose from. Damn. Collect all of the rewards on a page to gain access to the locked rewards. If you haven't purchased a battle pass, you'll still be able to claim free pass rewards on each page using battle stars you collect from just playing. Each time you level up, whether you gained XP by playing or by leveling the V-Bucks, you'll get 5 more battle stars. As usual, you can get all 100 Battle Pass rewards by reaching level 100. Get Galactic, snag those stars, and unlock your favorite rewards. Until next time, I've got somewhere to be. والله شكله في أسلحة كثير. بس النقطة المهمة يب بتجمع بالستارات هذول تاعون الباتل باس، بتقدر تحولهم تختار إشي أنت بدك إياه من الباتل باس يفتح. يعني مش تقعد تلفل ليفل ليفل زي الباتل باس القديم. ايش انت اي شيء انت بدك اياه ممكن من اخر شيء انت تختاره تحول الستارات هاي تاخذ السكن مثلا. يعني هاي يا جماعه هاي بتلاقيها هاي بالماب، مش عارف شو هي هاي ارتيفاكتس اسمها، بتلاقيها بالماب وبتقدر انك تغير اشكاله باستخدامها. يعني بتجمعها وبتصرفها على تغيير اشكاله. هذا الالي يا شباب في هون كمان نزلت هاي جديدة اللي هي تلفون، بتلاقيها الكابينات بالشوارع. يعني بتطلب منها او بتطلب منك يعني باونتي مثلا وبتحقق وبتعطيك الذهب. والذهب بتقدر تطور اسلحتك باستخدام الفندق ماشين. هاي الثلاجة كان زمان تعطيك اسلحة ببلاش او موارد، هسه صرت تقدر تطور اسلحتك. بعرفش تعطيك اسلحة برضو تشتري منها شراء يعني، بس المكتوب انك بتقدر تطورهم باستخدام الذهب. نشوف التريلر. سيزون 7 باتل باس. Alright, listen up. We don't have much time. Damn, try this. We now stand at the brink of war. Damn. With an enemy we do not understand. Okay. We face impossible odds. And invaders within our ranks. غريبة هذا السكن. We have something they don't. A reason to fight. Whether you've always been here or you're a visitor from another star. This island
is ours. And if it's war they want, we'll give it to them. الله أسلحة كثير 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 في أسلحة شكله. طيب شوف الباتل باس إيش هالمنهج الجديد هذا. طيب من فوق لتحت. طب إيش الأشياء الثانية هاي؟ كستمايز كمينج سون سوبرمان ديم. خلينا نشوف حبة حبة. أول شيء ما شاء الله ما شاء الله زفت قولي ديم والله حلوة هاي. طيب اللي بعده ديم يا سكن والله حلو سكن عرق. اتوقع هاي الستايلات I don't believe in humans. اوكي هذا احلى صح. ايش هاي الرقصة Aliens. اوكي زي ما انتو شايفين يعني بس اعتبروا انكم ما شفتوا شيء. طيب عنا ايش هذا السكن في هذول بحس بحطوهم للمنوب بشكل مخصوص هيك بحس حالهم قويين لما يلعبوا فيه ما بعرف ما بستمتع باللعب هيك شخصيات انا. بس المنوب لما يشوف السكن ديم يقول لك والله هذا بجلد فيه بحس حاله قوي فيه سو فعليا. اوكي ديم ها انا ايش تحولت ولا ايش مش فاهم. لا كيف ايه اوكي ليش 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 حرام عليكم ليش. اوكي اللي بعده ديم والله حلوة هاي انجولة انجولة هاي طبعا انجولة هاي نفسها. اوكي ايش هذا هاي تروح تقعد عند سويتي قدام البحر يا سلام. من بعد ريك ريك اند مورتي بس هذا كان الباتل باس. خلينا نشوف كستمايز كي غيميرا ها ايش هذا اوه بتغير اشكال بات. مع الاحية وعيون جيم يعني بيضة. اوكي يعني تغيير والله كلي مع الوان مع الوان جسم والوان اللبس بس اسكن خرا. طيب سوبرمان نايس اوكي تايم هذا يا شاي اوكي باك بلينك هاي ايش هاي مغلية والله نايس. اوكي هذا ايش هذا ايش في قولي والله ديم ايش القالب. طيب زعلان والله فخم فخم الستايل هذا الستايل الجديد I want to leave. ما فهمت توقعت تفتح بآخر السيزون لما يكون الفضائيين بدهم يهرب من المدينة صح. طيب هون ببين لك قديش عدد الستارات اللي انت مجمعهم هون هاي تبعد اللي هو سكن هذا بس هذا حسب ما فهمت زي ما انتم شايفين هون هاي بكتب لك قديش بده 5 3 2 كل ما تجمع بتقدر تفتح ستايل منهم عشان تطول منه برضو اللي تحتيه نفس الشيء. هون الستارات نشوف كيف هون زي ما بقول لك هي هذا بده 5 ستارات هذا بده 6 هاي 7
ونيجي مثلا هاي بدها 8 ستوقع اول شيء بس تخلص هاي بتقدر تفتح الثانيه المفروض تفتح اكثر من ريورد كليم 5 مور ريورد ريتش ليفل 10 هسه هاي هون زي ما انتم شايفين على اليسار على اليمين فوق المجموعه اللي انت عندك فيه هسه بقدر اشتري فيه 5 او 5 في الميد في بوكس الاشياء اللي اقل من 5 بقدر اشتريها هسه بدي هاي بدي 7 لجمع كمان خلينا على سبيل المثال نشتري الفي بوكس هون بقول لك هولد كليم ريورد ركبها بس هيك انت اخذت الميد في بوكس وراح الخمسة بس نص ساعة بقول ايش بتسوي السيارة هاي ايش هذا ايش بتسوي تمت صح اوكي مستحق قوي بس مطول ايش هذا اللي وقعته هذا مش واحد مش واحد 8 صح انفينيتي اوكي ايش كان يطلق يعني اوكي عارف على الشخص هذا اوه طيارة ليه ما بقدر اطير فيها لا كيف بدي اطلع اوه كيف بدي اطلع حسيت بالضبط شيلها هيك زي مثلا ديم نرميهم مع حدا يعني مثلا كيف تطير بس معها زي بنزين او بطارية دقيقة دقيقة انا لاحظتش المكان زي المسرح صاير تغير بورني كومبلكس صاير اسمه بدورنا رمينا مثلا على هيك فك بدمج بس طب خلينا نطول اشي نرفع بالمسطرة انا توقعت تفجر الدنيا زي ما انتم شايفين يا شباب في كل جيم راح يكون في اماكن زي باللون البنفسجي راح تكون هاي الاماكن راح يكون فيها غزو فضائي خلينا ننزع مدينة مثلا خلينا ننزع كراجي طبعا الاسلحة اللي انضافت اللي هي سنايبر الكاتم والاس ام جي الكاتم والديجل والاي كي واللانش باد رجعوا على اللعبة رجعوا مش نضافوا يعني في اسلحه كثير طبعا نضافت تبعت الفضائيين راح نستعرضها اللي شفناها اول شيء بالجيم الاول زي ما انتم شايفين في فحوم طائره هاي تبعت البوتات تبعت الاليين هاي طول ما انت بالمدينه راح تضل تطلق عليك وراح يكون في موسيقى كمان بالمدينه الاجنحه اوكي هاي الفندق منشين رجعت بس رجعت بطريقة مختلفة الفندنج راح يكون فيها اشي واحد هم محددين يعني مثلا سنايبر راح تقدر تشتريه او تشتري طلقة له بس ما في اشياء اكثر طبعا كل هذا بالذهب وفي زي هذولا صنديق راح يكون فيها طلق وراح يكون فيها المسامير او الاشي عشان تستخدمها على الكرافتنج اللي هي التحويل زي هذولا مسامير او براغي زي ما انتم شايفين طلقوا النتس نتس اسمهم نتس اند بولتس هذا نقدر نحول الاوكي لفماس او الذهب الى الاوك طبعا التحويل هسه الكرافتنج صار على نفس اللون يعني مش انه بتعمل الابيض بصير اخضر وهيك لا نفس اللون خلينا نحول لهذا الاوك مثلا لا طبعا الاوك ما بتقدر ترجعه لل اوكي زي ما انتم شايفين ما بنقدر نرجعه بس تقدر تحول برضه البامب لليفر
تكتيكال ما اتوقع تقدر تصفي الا بتقدر برضه تحول الى يبقى برضه ما بتقدر ترجعها. طبعا هاي الاسلحه اللي بتحولها ما بتلاقيها على الارض، الفماس والليفر الاشياء هاي ما بتلاقيها على الارض، هاي انت بتحولها تحويل بس. راح يكون معك بهاي المركبه ثلاث بوست بتقدر تستخدمهم ورا بعض زي ما انتم شايفين تحت على اليمين، تستخدمهم ورا بعض بعدين راح يقعد يعبي. بتحاول الاقي لاما نشوف كيف نفتحها. يا شباب هاي المركبة إذا بتنزل منها مش راح تقدر تفتح مظلية، وإذا بتوقع بتموت طبعا. يعني المفروض ده قريب عن الأرض. طبعا هذا السلاح برضو نفس السلاح اللي كان بالسيزون الرابع اللي هو تبع مارفل. السلاح بطلق سريع بس لما تأيم بطلق بطيء. طيب راح اطلق طلقة. اوه لازم يعشق حتى لو طلقت كبسة واحدة برضو بعشق. ايوه هذا بعشق والله احسها توصل بعيد. اوكي شباب هذا السلاح زي الفلير جن بيكشف لك اماكن الناس، بس تطلق طلقة واي مكان اي شخص داخل هاي الدائرة راح يبين عندك زي ما انت شايف هون بين البوت هذا. طبعا السلاح ما بيفضى، بضل يعيد شحنه وبرجع الطلقة زي ما انتم شايفين 15 ثانية وبس خلص برجع كمان طلقة، هو ماكسيموم طلقتين بس. طبعا يا شباب الأسلحة اللي انضافت أو رجعت على اللعبة اللي هي سنايبر الكاتم والإس إم جي الكاتم والفرد العادي والديجل واللانش باد، هذول اللي رجعوا على اللعبة. طبعا الأسلحة اللي انحذفت من اللعبة كل أسلحة البرايمال والميك شيفت اللي كانوا بالسيزون الماضي، وزيادة عليهم الانفنتر رايفل والريفولفر والهاربون جن والدبل بيستول. نقدر نركب هاي قبل ما ننزل؟ معقول؟ يا راكب كيف بدي اركبها؟ حج اوه بركب معاه. اوكي يعني مركب اكثر من واحد بركبها. تورطت انا كيف بدي انزل يا شب. هيا بدي انزل هيك. ها نايس فورتنايت والله نايس. كنت بتمنى يحطوا بدل الليفر على الكرافتنج يحطوا اللي هو الشارج شوتجن كان افضل. يعني ممكن بدل التاكتيكال تقدر تحوله ليفر، بس البوم بتحول لشارج افضل من هيك. ايه شفت لعبة بس ما اشتغل. اوكي هتروح ما حطيتني طبعا. فكرة اختفت يا اخي، فكرة انها تختفي مش حلوة. طلع حطيتني طلق ليه والله كثير طلق تنزل. اوكي يعني لو مشينا كراوتش بنسفل. ايوه كيف طلعت؟ تكفين تكفين تعالي. نايس 500 موارد يا جماعة، 500 من كل شيء تعطينا موارد. وفي هذا ال تبع المدير والله نايس 500 بتفلل لك كل الرصاص اتوقع، لانه رمض الرصاص وانا ما اخذتوش. اوكي يا شباب المكان هذا رجع المزرعة، رجعت المزرعة القديمة بس بشكل جديد يعني. بس هسه فيها بالمزرعة تحت المزرعة راح يكون في بوت معاه سلاح ميثك. شايفين هون الجنود هذول تعاونوا البوتات. اوه لاما. طيب بدنا نجيب سلاح خلينا نفتحها. شباب افضل طريقة عشان تفتح اللاما انك تجيها كراوتش. ضلك ماشيها كراوتش
طبعا هي راح تنتبه لما توصلها. اول ما توصل انت ابني عليها بوكس بس. بس تكسر بس. بس والله يلها كثير. ساتر يا طلاق الموارد. هذا والله بسيط. بس الشيك داون تقدر توقفه بس اعمل ريلود او تدوس الار راح يوقف الشيك داون. نعمل شيك داون. اوه صندوق سري نايس. هذا تبع كشف الاماكن وهذا تبع البولز. خلنا نروح تبع البولز. كنت قوي هذا. كانها استنسخت حالها. مرة ايه بوقف. موت هي. دكتور ستون اسمه. نعملها هي شيك داون. بس عندها هيل. اوكي ميثك. 38 دمج. نبدأ شد بدنا بوت في مجال. تعال 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 تعال. وقف يا بطيخ. لسه في موسيقى. 57 هنا. والله مش هالسلاح القوي يعني. بس هو سريع بدون هنا. اوكي. اوكي بس شباب هون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم والشرح عجبكم. حاولت أجمع كل المعلومات واحطها في فيديو واحد. ان شاء الله اكون غطيت كل شيء. اذا ما بعرف اذا فاتني شيء، اذا في شيء ما ذكرته بالفيديو اكتبوا لنا اياه تحت في التعليقات. وبس لا تنسون اللايك والاشتراك. وقبل ما تشترون باتل باس يا ريت تدعمونا وتحطوا كود الشوب 3 حروف فقط HZD بدعمنا بشكل كبير. وشكرا جميعا ومع السلامه.